السلام عليكم خوتي واش راكم صافا شويه اليوم رانا رجعنا لكم فيديو جديد اليوم راح نهضر على مباراة تاع اوجي سينيس امام مونبلييه انا يلعب فيها جوج لاعبين تاعنا تاع الجزائريين هو يوسف عطال الذي كان اساسي اليوم وهو بداوي كما تعلمون اصابه واما في فريق مونبولي فتعلمون هابيكم ليك انت دي هو يلعب تما كراس كراس هربا رقم تسعه كيما راكم تشوفوا خواتي المباراة اليوم انتهت تفرجت مباراة ماشي مباراة توب مقبولة انتهت بثلاثة أهداف مقا... هدف مقابل هدف لصالح نادي مونبوليير الأهداف سجلت من طرف من طرف كيتان لابورد بعد تغيير من, من, اندي ديلور كما اندي كم ديلور قدم في هذه المباراة تمريرات حسيمة ويبدا البطولة في اقوى بإذن الله كما يقول قوية جدا لم يشجل انه كما إلا اكتفى سون كونتور دو باس ديسيزيف اندي ديلو لور لنا الهدف الثاني من دانيال كونغري بعد تصميرا من تيجي سافاني تيجي سافاني صراحة عجبني اليوم لعب امكانيس رائعة رائع هذا سافاني و هدف ثالث من دانيال كونغري مع تصميرا اخرى من دانيال اندي ديلو صراحة اندي ديلو قدم مباراة رائعة وهو تحصل على أعلى تنقية في المباراة كما تشوفو هنا التشكيلة كما يوسف عطرق ماشي أداء توب مي ليس أداء ضعيف وليس أداء توب ما ما قبولش العودة ما تشفرش يوسف عطر كما بكري الالتحامات نزال نزال راس مع مدافع يعني يدخل يدخل في بعض المرات فقط لم نراه كثير لاش كي يخاف الإصابة مع يعني مع العودة مع الإصابة يروح يدخل بشوية شوية وهاك شوية كانت باينة بلي كانت عنده تعليمات من المدرب تاعو باتيس قالوا قالو باينة قالو ما تريسكيش بزاف وما تطلعش غير عند الضرورة فقط و كما تشوفون هنا عندي ديروت عصر اندي ديرو تعصّل على على ما الدرني الكونغري اللي يسجل هدفين مدافع و اندي قد هو سبب راس الحسيمه صراحه اندي مستوى رائع قوه, قوة, قوة بدنيه و وم... م... م... اكيد انه سيستدعم من جمال الماضي للمباراه القديمه و اللقاء رايحين ايضا على رامي بن سبعيدي الذي سجل هدف اليوم في كاس المانيا انا اوريك بوليس مشيت لاتباخ و برنول و اعتزال لكم الاندية الالمانية و صابة مليت اهداف كما تشوفو هنايا ظاهر ما شفت <متحدث> بعض اللقطات سبقت المباراة ما كتبت عليكم خواتي شجي الهدف ساعة على لعب سبعة فلس وكما أنتي دي بداية موسم رائع لرامي رامي بن سبايني اي رامي بن سبايني لا تنسوا انه مدافع في اول مباراة له يسجل اكيدا عن الجاهزة البدنية له وانه كما عزم هذا الموسم يقدم اداء افضل من الموسم الثاني وربما ينتخب يعني نادي كبير اوروبي وهذا ما كان عندنا والسلام عليكم اخوتي ما تنسوا تشتركو في القناه تنشروا الفيديو باي